بسم الله الرحمن الرحيم. حنشوف اليوم بعض التمارين العملية على موضوع الريكيرجن. أول سؤال هنا مطلوب مني إني أضيف ممبر فانكشن اسمها الباينري سيرش للسورتد ليست إديتي. طبعا ممبر فانكشن يعني بدها تكون من ضمن الإديتي، من ضمن الكلاس تبعت الإديتي. طيب أد هيلبر، السؤال الثاني أد هيلبر فانكشن ديليت to the linked list entity that recursively search for an item and delete its node from a linked list. إذا بدي أضيف أنا delete function، هذه helper function في implementation file، وعلى أساس إنه delete item في linked list يكون يشتغل recursively باستخدام function هذه. السؤال الثالث، في عندي أنا فيبوناشي sequence، فيبوناشي series. طبعا فيبوناشي series بيبدأ من رقم واحد واحد، بعدين الرقم اللي بعده اللي هو الثالث هنا حيكون مجموع الرقمين اللي قبله، واحد زائد واحد اثنين، اللي بعده حيكون واحد زائد اثنين ثلاثة، اللي بعده حيكون اثنين زائد ثلاثة خمسة، اللي بعده حيكون ثلاثة زائد الخمسة ثمانية، اللي بعده خمسة زائد ثمانية ثلاثة عشر. هنا في غلط، في ثلاثة عشر ناقص ثلاثة عشر، اللي بعده ثمانية زائد ثلاثة عشر واحد وعشرين، وهكذا. هذا الفيبوناتشي سيريز بطلع. تمام، وهي المعادلة تبعته كيف بيشتغل. وهنا مطلوب مني اني اكتب recursive version of Fibonacci function. تمام، هذا اللي بهمني انا انه recursive version. طيب نشوف مع بعض الحلول هذه. تمام، طبعا عندنا هنا في البداية اللي هو اللي احنا كتبناه قبل هيك اللي هو sorted list، sorted list. بدي هنا في السيرش ريتريف ايتم بدي استخدم انا الباينري سيرش ريكيرجن اللي هي انا بدي اكتبها كده. تمام، ففي اللوجيكال فايل هنا الهيدر فايل بدي انا اضيف ممبر فانكشن اللي هي الباينري سيرش ريكيرجن. تمام، طبعا الباينري سيرش ممكن احنا نعملها اتريتيف، هذه اتريتيف، وهنا بدنا نعملها فيرجن اخرى اللي هي ريكيرسيف. طيب ضفناها كممبر فانكشن، نروح نشوف ايش الامبلمنتيشن تبعها اللي كتبناه. تمام، هاي الامبلمنتيشن طبعا هي حتاخذ الايتم وفاوند على اساس هنا باي ريفرنس ترجعه اذا ترو او فولس، اذا كان ترو يعني العنصر موجود، فولس العنصر مش موجود. طيب هنا كتبت باينري سيرش. تمام، هذه هيلبر فانكشن في الامبلمنتيشن فايل. تمام، مش موجوده في الهيدر فايل ولكن موجوده في الامبلمنتيشن فايل. تمام ممتاز. ايش راح نعملنا هنا؟ اذا كان الفروم لوكيشن اكبر من التو لوكيشن، تمام، وهذا اللي هي البيس كيس، حيرجع لي فولس. ممتاز. طيب بعد ايش بدي اعمل؟ بدي احسب الميد بوينت، والميد بوينت هي عبارة عن الفروم لوكيشن تو لوكال لوكيشن اللي هي سميناها احنا الفيرست واللاست لما شرحنا في الموضوع النظري. بعدين بدي اقارن العنصر مع قيمة العنصر اللي في النص الانفو اللي هو اللي بأشر على الميد بوينت. تمام، إذا كان أقل إيش معناه أقل؟ تمام، يعني بدي أحرك أنا مين اللي هو اللاست اللي تو لوكيشن، بدي يصير إيش؟ ميد ناقص واحد، وبرضو أرجع أعمل باينري سيرش. تمام، طيب إذا كان يساوي في الميد بوينت يساوي الأيتم فخلاص أنا لقيته ورجعته، إذا لا يعني إذا كان جريتر أكبر. تمام، إذا كان أكبر إيش يعني؟ بدي أحرك مين الفروم لوكيشن. تمام، فالفروم لوكيشن حيكون يساوي الميد زائد واحد والتو لوكيشن، أعمل باينري سيرش يضل يشتغل هذا لما ألاقي ترو، يعني هذا برضو بيس كيس يرجع ترو، أو يصير الفروم لوكيشن أكبر من التو لوكيشن، يعني صار إيش؟ ما لقيتش العنصر. تمام، فبدلوا أماكنهم مع بعض. تمام، صار الفروم لوكيشن أكبر من التو لوكيشن. هذا هو اللي هي الريكيرجن فيرجن من الباينري سيرش تري. طبعا نفس الاشي هذه اللي شرحناها الباينري سيرش اللي هي هذه الاتريتيف فيرجن من الباينري سيرش تري، وحكينا الباينري سيرش تري لازم يشتغل على اري تكون سورتد عشان يشتغل صح. تمام، طبعا في التست فايل في الكلاينت فايل مجرد احنا هنا عملنا لها كول list dot binary search recursive للايتم فاوند،
بعد الاستدعاء هذا، إذا كانت فاوند ترو يعني العنصر لقيته، إذا كان فولس يعني العنصر مش موجود. تمام، إذا هذا أول سؤال. تاني سؤال كان مطلوب نعمل الديليت، نعمل الديليت ايتم هذه، نعمل منها باستخدام الريكيرجن. تمام، طيب نشوف الديليت هذه كيف كتبناها. طبعا الديليت كان احنا كنا كاتبينها في البداية نفس الكود اللي كنا كاتبينه في الأول، ولكن هلقيت بدناش نكتبه زي هيك، بدنا نكتبه بصورة iterative، بصورة recursive عفوا. فبدي أضيف أنا ال helper function اللي اسمها delete، موجودة في ال implementation file بس هي مش member function، من ال class من ال header file. تمام، إيش ال delete item هذه؟ بدها تروح تستدعي ال delete. تمام، بدي أعطي لها ال list data، ال list وال item اللي بدها تعمل له delete. طيب هذه كيف حتشتغل؟ تمام، هدور على ال item. تمام، ال item حقارنه مع اللي بأشر عليه ال list ptr، إذا كان ايكوال ايش يعني؟ يعني هو هذا العنصر اللي بدي أعمل له ديليت، صح؟ تمام، ممتاز. فبخلي أنا هنا تم بي تي ار يأشر على الليست بي تي ار، والليست بي تي ار بدي أخليه نيكست بي تي ار، يعني أنا بدي أتخطى النود اللي بدي أعملها ديليت وبعدين بعملها ديليت. تمام؟ طيب إذا كان مش ايكوال ايش بدي أروح أنا أعمل؟ بدي أروح أستدعي برضه الديليت، ولكن هنا ليست بي تي ار سهم نيكست، روح على النيكست، وهنا بدي ألاحظ أن أنا مررها باي ريفرنس عشان الأثر هذا يضله ايش؟ محفوظ بعد ما اخلص الاستدعاء تبعها. تمام، فحروح انا اشوف النود اللي بعديها النكست. تمام، ارجع هنا. تمام، اذا طبعا انا هنا فرض انه الايتم موجود في الليست. تمام، انه الايتم موجود في الليست، لو الايتم مش موجود في الليست بدي انا افحص برضو انه هذا ما يوصلش لنال، ما يصلش لنال. اوكي، فهنا الـ list ptr سهم next في الاستدعاء اللي بعده هنا هشوف ايش القيمة اللي بأشر عليها الـ ptr هذا. تمام، اذا كانت يساوي الـ item فانا لقيته بعمل ديليت، ما لقيتهوش برضه هروح اشوف العنصر الـ next اللي بعده، وهكذا لما انا الاقي العنصر بالطريقة هذه انا عملت له ديليت. تمام، طبعا هنا في الـ client file. تمام، طبعا الاستدعاء تبعها انه list dot delete item. تمام، طبعا هنا انا عشان تشتغل صح انا فارض البري كونديشن تبع الليست ديليت ايتم انه العنصر اللي بدي اعمله ديليت موجود، عشان هيك انا عملت في البدايه ريتريف بتاكد انه موجود ولا مش موجود، اذا كان موجود بعمل ديليت. تمام، طبعا لو عملنا لها رن هذا، اوكي، هي المنيو تبعتنا اللي حليناها قبل هيك السؤال هذا. واحد عشان ندخل عناصر على سبيل المثال علي، ندخل كمان عمر، أحمد على سبيل المثال، ندخل كمان عنصر ونسميه عثمان. شوف إيش العناصر اللي عندنا صاروا عثمان أحمد عمر علي. إذا هنا في اللينك ليست هذه أنا بضيف في البداية، دايما بضيف في البداية. طيب نعمل ديليت على سبيل المثال لعمر، هي رقم 2 عمر، شوف الليست 5. اوكي، عملنا يا ديليت، هيك اشتغل برضو، اشتغل صح. تمام، ممتاز. طيب السؤال الاخير راح بحكي لي على الفيبوناشي سيريز. الفيبوناشي سيريز طبعا عشان انا اكتب الكود تبع الفيبوناشي، اذا كان اقل من او تساوي 1 حيرجع لي النمبر. اوكي، اذا لا، هذا البيس كيس طبعا، جنرال كيس، اذا لا احسب لي الفيبوناشي تبع النمبر ناقص 2 والفيبوناشي النمبر ناقص 1. تمام، هذه اللي هي الريكيرسيف فيرجن من الفيبوناشي سيريز. تمام، طبعا هنا في طبعا انا هنا ايش بدي اعمل؟ انا بدي ادخل له رقم ويطلع لي الفيبوناشي في الرقم هذا. تمام، على سبيل المثال نعمل رن عشان توضح أكثر. مثلا دخلنا هنا رقم 3 فطلع لي هنا 2، الفيبوناشي نمبر 2. ليش 3؟ يعني كان 1 1 1 بعدين 1 بعدين بيجي 2 في الفيبوناشي سيريز، فواحد 2 3، هي الرقم الثالث هو 2 في الفيبوناشي سيريز. طيب ممتاز، ندخل كمان رقم، لأن احنا هنا في وايل لوب. مثلا دخلنا 5
برضو هنا الخمسة الفيبوناشي خمسة، فعندي أنا واحد بعدين واحد بعدين بيجي اثنين بعدين بيجي ثلاثة بعدين بيجي خمسة، لأنه الخمسة هذه اثنين زائد ثلاثة، آه فعلا هو خمسة الفيبوناشي السري. طيب خلينا نحط مثلا الرقم 8، تمام، فطلع هنا 21. تمام، الرقم 8 21. ليش 21؟ لأنه أول واحد واحد بعدين واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثة بعدين خمسة بعدين 8، بجمع الخمسة مع الثمانية بيطلع بعدين 13. تمام، بعدين 13 و8 بيطلع 21، وهذا هو الرقم الثامن في السيريز هذه. تمام، هاي طلع لي اياها، طبعا ماينس اي رقم على اساس يطلع من اللوب هذا. طبعا هذه هي الريكيرسيف فيرجن من الفيبوناشي سيريز. طبعا ممكن احنا نحلها في اتريتيف. تمام، الاتريتيف واضح في الاتريتيف انا بدي اجمع الرقمين اللي قبل. تمام، فعشان هيك انا حطيت هنا current والبريفيوس واحد تم، اذا كان النمبر اقل من او تساوي واحد فرجع لي واحد. تمام، اذا لا حبدا، طبعا هاد بده تبدا لي كل، لو بدأ مثلا انا بدي اطبعهم على سبيل المثال، بديش ارجع انا قيمه، بدي اطبع كل القيم. تمام، فانا صفر واحد بديت. تمام، حبدا هنا كاونتر من اثنين لغايه النمبر، اوكي، فهنا تمب خليته يساوي البريفيوس والبريفيوس يساوي الكرنت، اوكي، بعدين الكرنت ايش حيساوي؟ التمب زائد البريفيوس. ممتاز، زودت الكاونتر رجعت على الاتريشن اللي بعديها، ايش صار التمب يساوي؟ يساوي البريفيوس اللي هو كان الكرنت. تمام، اكن انا شفتهم لقدام شوية، والبريفيوس حساوي كرنت اللي انا كنت حاسبه هنا. تمام، والكرنت حيصير واحد كرنت جديد اللي هو جمع الرقمين اللي قبله، وهكذا. هذه اللي هي الاتريتيف فيرجن من الفيبوناشي سيريز.